في ظل كثرة المعلومات التي تتردد عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه ومخاطر الإصابة به، ينضم إلينا عبر سكايب دكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة. دكتور أهلا بك. بداية أسألك، من أين يجب أن نستقي المعلومات الصحيحة عن فيروس كورونا في ظل كثرتها؟ اهلا وسهلا استاذه ايمان وكل المشاهدين. في قاعده يعني علميه لتتبع اي مصدر، وبنقولها دايما للناس لما بتلاقي اي معلومه قدامك محتاج تتتبعها لغايه ما تشوف المعلومه دي مصدرها ايه. حتى كلامنا اللي احنا بنتكلمه على التلفزيون او راي اي خبير او دكتور محتاج يبقى له مصدر او راي، بحيث ان في الاخر لو انا شفت راي على السوشيال ميديا مش مشكله، يعني مش لازم يبقى كل اراء السوشيال ميديا غلط، ممكن تبقى صح بس لازم يبقى المصدر بتاعها مكتوب. المصدر ده بيبقى حاجه من اتنين، يا اما جاي من مجله علميه او دوريه علميه او راي شخص. محتاج افرق هل اللي انا بقراه ده راي اشخاص حتى اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، هل ده رايي ولا ده انا مستقي من مصدر معين. ودوريه علميه معناها ان هي منشوره في مجله علميه مش جايه من على ويب سايت تجاري، زي مؤخرا مثلا كان في دراسه من جامعه سنغافوره وكانت عباره عن شارت، يعني عباره عن جراف فقط. فاحنا بنقول للناس ده مش دوريه علميه، لازم يبقى فيه ورقة بحثية منشورة ليها رقم للنشر عشان أعرف إن المعلومة دي كويسة ومنشورة في مكان كويس. المجلات العلمية حتى بيبقى ليها رانك أو ليها ترتيب معين بيتسمى الإمباكت فاكتور، محتاج أبقى عارف إن المجلة نفسها كويسة بيسموها ريبيتابل وأقدر أستقي منها المعلومات. لكن إن أنا أنقل معلومة مباشرة من غير ما أتتبع المصدر هو ده الخوف، خصوصًا في ظل الفترة الأخيرة كان في إشاعات كتير على السوشيال ميديا وفي وسائل الاتصال عموما عن طريقة الانتشار وكل الأخبار المغلوطة اللي احنا بنسمعها الفترة الأخيرة. شكرا جزيلا دكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة.